مش خلاص ضيعت مستقبل الواد التاني وارتاح؟ منك لله يا شيخ، منك لله. اهدي بس يا حليمة، أنا جاي عشان أصلح كل الأمور اللي فاتت، وإذا كان على موضوع فهمي أنا هحله بنفسي وإن شاء الله هيرجع الكلية. ومن إمتى الحداية بتحد في كتاكيت؟ من النهاردة يا حليمة، من النهاردة. ممكن تسمعيني بقى؟ أسمع إيه يا أخويا؟ اهدي بس يا أمي عشان صحتك، ما فيهاش حاجة يعني لما نسمع. خير يا فاضل بيه؟ فاضل بيه؟ لا يا رضا، أنا عايزك تقول لي عمي زي ما قلتها لي من شوية، كلمة الحق يا ابني هي اللي بتطلع من القلب من غير ما الواحد يفكر فيها، وأنا مهما حصل هفضل برضو عمي. سبحان الله، توك ما افتكرتني ليك ولاد أخ. مش هنعيده يا حليمة، أنا قلت إن أنا جاي عشان أصلح كل اللي فات وهبتدي موضوع فهمي. ماله فهمي؟ عايز تعمل فيه أكتر من اللي أنت عملته؟ اهدى يا فهمي. اهدى يا بيه، اهدى ايه؟ انتوا ازاي اساسا واقفين مع الراجل ده بعد كل اللي عمله فين؟ فاضل بيه جاي عشان يحل موضوع الكلية. ايوه يا فهمي، انا جاي عشان امسح كل اللي فات يا حبيبي، وانا لسه قايل الكلام ده دلوقتي. عايزين بقى نبتدي بداية جديدة وننسى كل حاجة. اذا كان على موضوع الكلية ما تقلقش خالص، انا اعرف ارجعك ازاي. انت بتتكلم بجد؟ اه طبعا يا حبيبي بتكلم بجد. ومن هنا ورايح بقى انا عايزكم تعتبروني زي عبد ربه بالظبط، وان شاء الله هحللكم كل مشاكلكم. وده قصده ايه بقى يا فاضل؟ برضو يا حليمه؟ ايوه برضو يا اخوي، ما هو اصل اللي ربى خير من اللي اشترى، وانت طول عمرك عايش هنا معانا، يعني انا بقى اللي عارفه اللي فيها. طول عمرك ظلماني يا حليمه، طول عمرك ظلماني، وانا اللي كنت في ايه؟ الحته دي بتدوز عليا قوي. فين بالظبط؟ هنا هنا. سكر شويه ميه. اه اتفضل هات ميه. حاسس بيه بالظبط؟ مش عارف يا رضا، حاسس بدوخ كده. اشرب اشرب الاول. لا لا مش قادر، مش قادر اخد نفس يا رضا. طب ايه؟ نفسي دي اعراض ازمه، لازم نوديه المستشفى حالا. طب يلا ايدك معايا. بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله. حط 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 فجأة وقع مننا كده من غير سبب. اسند معاهم يا مكتب. ما انا بسند اهو يا عم وطن. يلا يا رب. يلا يا رب. الله يسلمك. فاضل بيه، فاضل بيه، ايه اللي حصل؟ ماله؟ هو ايه اللي ماله؟ انت هتعمل لي فيها دكتور؟ افتح العربية بسرعة يلا. افتح الباب. اسمع انت يا فهمي، خش من جوه. امسك مكانك، امسك مكانك. حاضر يا بيه، حاضر. يلا اسند معايا. ناولوا الفهمي، ناولوا الفهمي. حاضر حاضر. ناولوا الفهمي. خش بالراحة. خد بالك على راسه. بالراحة. بالراحة. دخل رجله. اوعى بقى. شكرا يا دكتور. فضل يا دكتور. طريق السلامة. معالف السلامة. ربنا يطمنكم عليه يا رب. سلام عليكم. معالف السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما يكون قلبه حاسس. بس غريبة قوي عم وطن، الراجل أول مرة يجي لهم وكان طالع زي الوحش، ينزل مدغدغ ومفرفر كده. أنا حاسس إن حليمة عملت فيه حاجة. كلام إيه ده يا مجدي؟ هتعمل فيه ايه حليمه بس؟ تعمل ايه؟ ده ممكن تحط له سم في الشاي ولا حاجه. يا راجل حرام عليك، حليمه ما تعملش كده ابدا. تعمل كده؟ ده انا لو مكانها اعمل كده واكتر من كده. الراجل ده عم وطني، لو مات ولا حصل له حاجه ساعتها العيله دي هتتنقل نقله تانيه خالص. انت قصدك ايه؟ قصدي ان فلوس الراجل ده ملهاش وريث غيرهم. انت ناسي ان الراجل ده ما بيخلفش ولا ايه يا عم وطني؟ كلام ايه اللي بتقوله ده بس يا مجدي؟ حليمه ما تعملش كده ابدا. صابرين؟ وتطلع مين صابرين دي؟ بنت من البنات اللي في الكابريه اللي متناير كل يوم يسهر فيه. واضح انها مسؤوله عليه. مش معنى يعني؟ ما هي جايز واحده من يوم وخلاص. واحده من يوم لما تروح معاه الفيلا هتقدره ليه؟ ما هو جايز عشان هتقول لي عشان تسرقه، واللي عاوز يسرق ده هسيب الفلوس والده والحاجات دي كلها وياخد الورق والمستندات. يعني ممكن تكون البنت دي هي اللي وزت عليه الحكومه؟ اكيد يا فرماوي، البنت دي وراها سر كبير ولازم نعرفه. ايوه طب احنا هنجيب البنت دي منين؟ المصيبة إنها سابت الكباريه اللي كانت بتشتغل فيه. كل اللي أنا عرفته إنها شغالة مدرسة. ده اسم المدرسة وعنوانها. عاوزة تطلع من هنا على إنك تتقص عنها وتعرف كل حاجة. تمام.
اديني سعادتك بس يومين ثلاثة وانا اجيب لك قرار الحكاية دي كلها. دكتور الحق يا دكتور الحق. في ايه يا شوقي؟ الدكتور فاضل الشنديدي هنا في المستشفى. هنا بيعمل ايه؟ الواد ده جابه تعبان وحالته صعبة على الاخر. وهو فين دلوقتي؟ في القسم المجاني. انت اتجننت؟ ازاي توديه المجاني؟ ما وديتوش للاسماري. انا ما لحقتش يا دكتور، اول ما عرفت جيت لسعادتك على طول. طب يلا قدام انت وهو نشوف ايه الحكاية. الحمد لله. مش عارف من غيركم كنت هعمل ايه. لولاكم كان زمان رحت فيها. ما تقولش كده يا فاضل بيه. الحمد لله الحكايه كانت بسيطه. شكلك يا رضا ناسي ان دكتور وعارف الحاله اللي انا فيها دي كانت ايه بالظبط. الحمد لله ازمه وعدت. المهم تاخد بالك من نفسك وبلاش اي انفعالات. البركه في تشخيصك يا دكتور فهمي. الدكتور الشاطر هو اللي بيقدر يشخص الحاله بسرعه. الف حمد لله بالسلامه يا دكتور فاضل. الله يسلمك. انا الدكتور رأفت مدير المستشفى، اول ما عرفت ان جنابك مشرفني هنا جيت عشان اطمن عليك. ميرسي يا دكتور. انا اديت اوامري عشان ينقلوا جنابك الى القسم الاستثماري. ما كانش المفروض ابدا ان انت تيجي هنا في القسم المجاني. دي غلطه مش مقصوده. غلطتك انت يا رضا. انا عرفت ان انت كنت مع سعاده الباشا لما جبته هنا. كان المفروض تقول لهم يعملوا ايه بالظبط. سعاده الباشا قيمه وقامه كبيره، ما يصحش كده. خلاص يا دكتور، خلاص الحاله بقت احسن الحمد لله. الناس هنا عملوا الواجب وزياده. وعشان خاطري ما تزعلش من رضا. رضا عشان ابن اخويا كان خايف عليا قوي عشان كده ما كانش مركز. لا ازعل من رضا ازاي؟ ده رضا ده من اخفى الممرضين عندنا. ده مثال للشرف والامانه. انا عرفت دلوقتي يا فندم هو جايب كل السمات دي كلها من مين. الاستثماري جاهز يا دكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. عشان لا 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 خلاص يا دكتور خلاص. انا معايا السواق بتاعي بره هيوصلني البيت عشان استريح والحاله هتبقى احسن. ما هو ما يصحش برضه نسيبك في الحاله دي. لا لا معلش عشان خاطري. ايدك معايا يا رضا. بعد اذنك فاهم. بعد اذنك. مع رضا انا الحمد لله بقيت كويس. على مهلك على مهلك. شكرا يا دكتور. مع الف سلامه يا فندم. شكرا. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. تفتكر يا ماما عم هجرى له حاجه؟ ولا افتكر ولا نيل. شوية ونعرف كل حاجة. حق لو مات ده يبقى يوم السعد والهنا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنت انت؟ وانت ايه اللي مزعلك في كده؟ ما هي دي الحقيقة. الراجل لا عيل ولا تايل واحنا الورثة الشرعيين ليه. ساعتها بقى يبقى حقنا وجالنا لحد عندنا. وبعدين مش كل اللي هو فيه ده من فلوس ابونا الله يرحمه؟ يا سلام يا ماما لو ده حصل. ساعتها ندي الفقر بالجزمة. اتجوز انا وعاطف ونفتح كوافير كبير قوي اسمه يهز البلد. وابي رضا وصابرين يجيبوا شقه حلوه. لا يجيبوا قصر. ده اقل واجب يتعمل معاهم بعد 7 سنين مرمطه. وفهمي بقى يفتح عياده. لا مستشفى استثماري كبيره. فهمي برضو مش قليل. يا بنت تصحي وفوقي من التخاريف اللي انت فيها دي. تخاريف ايه يا ماما؟ ده الراجل ده ياما زلنا وداس علينا. ده انا لو من ابي رضا كنت سبته يموت ويفرفر قدامي ولا عبرته. اخص عليكي اخص. هي دي التربيه اللي انا ربيتها لك؟ هو ده الكلام اللي ابوكي فضل طول عمره يقوله؟ الحمد لله ان اخوكي ما فكرش زيك كده. يا ماما انا مش قصدي. انا بس قصدك ايه؟ انت نسيتي اللي اتربيتي عليه؟ ده انا ربيتكم ان الناس مهما طلعت واطيه ودون. احنا لا. احنا مش كده. وان كان على فلوس عمك تغور في 60 داهية احنا مش عايزين منها حاجه. دي فلوس حرام. وانت شعرفك بقى انها فلوس حرام؟ يعني انت مش عارفه؟ طب بصي في عيني وقولي غير كده. ولا انت هتعملي ساعتها مش واخده بالك عشان تحلليها لروحك. ما هو كله دلوقتي بيعمل كده. يفضل يقول ده حرام ده حرام لحد ما يدوقه. ساعتها يبقى حلال مصفي. معقولة أنا بسمعه ده؟ جرالك إيه يا فضل؟ تروح لهم لحد عندهم؟ عايزهم يقولوا إيه؟ إنك خفت واترعبت ورحت لغاية عندهم عشان تعتذر لهم؟ والله لو أنت شايفة كده يبقى أنا كده ماشي صح. الدرجة دي؟ الدرجة دي خايف منهم؟ المشكلة إن أنتم ما بتقدروش تبصوا على الصورة من فوق. عشان كده عمركم ما هتفكروا صح أبداً. الحكاية مش محتاجة على فكرة.
واضحه زي الشمس وملهاش اي تفسير تاني. لعلمك بقى اللي انا عملته ده هو اللي هيحل الموضوع، وبكره لما تعرفي انا رحت ليه هتفهم ان جوزك ما بيعملش حاجه الا اذا فكر فيها كويس قوي. مساء الخير يا فندم. تعالى يا فرحات. الحاجه وصلت. وريني كده. الله، حلو قوي يا فرحات. اول مره اكلفك بحاجه وتنجح فيها من اول مره. اوامرك يا فندم. طيب خلصت اللي انا قلت لك عليه؟ ضن يا باشا، انا كلمتهم واتفقت معاهم هيجوا عندك الفيلا هنا يوم الثلاث باذن الله. ممتاز يا فرحات، ممتاز. اي امر تاني؟ لا روح انت يا فرحات. بعد اذنك، بعد اذنك يا فندم. اتفضل. صور ايدي، ومين اللي هيجي لك الفيلا يوم الثلاث؟ بعدين. بعدين يا شلوت هتفهمي كل حاجه. يا صباح الفل يا دكتورة. يا صباح الخير. تعالى في رمضان. عملت ايه؟ تمام يا دكتورة. عرفت لك كل قرار الحكاية دي من طاقة أهل سلام عليكم. وعرفت لك كل حاجة عن البنت اللي اسمها صابرين. طب بتتكلم استنى ايه؟ صابرين دي بقى يا دكتور طلعت بنت الأستا جابر اللي كان بينقل الحاجة للمعلم سليمان. جابر؟ وإيه اللي لام الشاب على المغربي؟ ما هو في خط واصل الحكاية دي كلها ببعضيها يا دكتور. خط ايه؟ البنت صابرين بنت جابر دي هي في نفس الوقت تبقى مرات الواد رضا الشنديدي. رضا؟ تفتكر الدكتور رضا ده هو اللي وزعنا شكري؟ اكيد يا دكتور. ايوه بس ايش دخل رضا اساسا في الحكايه؟ ورضا يعرف شكري لغايه منين؟ يا دكتور الواد ده اكيد حد مرسيه على حاجه، الواد ده ما بيتحركش من نفسه كده. من الاخر يا دكتور الواد ده مزوق علينا سعادتك. الله، ومين بس هيكون له مصلحة في حاجة زي كده يا فرماوي؟ ما هو ده اللي أنا قعدت طول الليل أفكر فيه لغاية ما عرفت هو مين. ولو قلت لسعادتك بقى هتقول الله على دماغك يا فرماوي وهتحللي بقى. وده مين ده؟ الدكتور شريف. أي مش فاكر سعادتك إن الواد رضا كان عند الدكتور شريف يوم ما اتضرب؟ ومش فاكر سعادتك برضو انك حكيت لي ان الدكتور شريف احد يهدد انه هيروح للنائب العام وهيقلب الدنيا؟ يبقى اكيد بقى الدكتور شريف قال له حاجه او اداله حاجه هي اللي عرفته كل اللي هو عارفه ده. معقوله؟ معقوله شريف يكون اداله حاجه؟ ده لو على كده يبقى اللي اسمه رضا ده خطر علينا جدا يا فرماوي ولازم نتصرف بسرعه. طب وده هتصرف معاه ازاي يا باشا؟ ده واد شريف برزالة ومحبكة على الآخر. لا يا باشا الواد ده مش طبيعي، لا حشيش ولا خمرة ولا نسوان ولا أي مزاج من أي نوع. أنا مش عارف الواد ده عايش ليه، عشان ينكد على خلق الله وخلاص. خلاص يا فرماوي سيبهولي، أنا هعرف أجيبه منين. اللي حصل ده سابقة خطيرة جدا ما حصلتش قبل كده في الكلية بتاعتنا، وأنا شايف إن قرار حرمانه الامتحانات هيكون هو الرد الرابع لأي حد يفكر انه يعمل كده في الحرم الجامعي. وطبعا القرار النهائي لحضراتكم. انا موافق. وانا موافق. بعد اذن حضراتكم انا مش موافق على القرار ده. ممكن نعرف يا دكتور بعد اذنك ايه الاسباب؟ اولا يا فندم لو بصينا على تاريخ الولد دوت في الكليه هنلاقيه بيطلع من العشرة الاوائل، يعني انسان متفوق. ثانيا اعتقد ان الثاني هو اللي مخطئ. الولد قاعد في كليته، معرفش التاني ده ايه اللي جابه الكليه. ايوه يا دكتور بس ده يبقى عارف يا فندم، عارف ان الدكتور فاضل يعتبر والده، بس ده طبعا ما يدلوش الحق انه يجي الكليه ويدخل ويختلق مشكله مع طالب عندنا. انا متاكد ان الدكتور فاضل كلم كل القسم واحد واحد، انما انا لا يمكن حوافق ان الولد ده يتحرم من الامتحان ويضيع مستقبله. وبعد اذن سعادتك يا فندم لو خدتوا قرار زي ده انا هستقيل، لاني لا يمكن هشارك في ظلم انسان بالشكل ده. ما بتاكلش ليه يا فهد؟ باكل يا ماما. حاضر. تاكل ايه يا ابني؟ ده انت ما خدتش لقمتين على بعض. من ليه نفسي اكل بس يا ماما؟ في ايه يا فهد؟ في حاجه جديده حصلت في الكليه؟ لا يا بيه ما فيش. مجلس هيجتمع النهارده ومش عارف ايه اللي هيحصل. تفتكر عمك فعلا ممكن يعمل حاجه؟ ان شاء الله يا فهد. الراجل جه لغايه هنا وقال انه هيحل الموضوع. يا رب يا رضا يا رب.
ان شاء الله. الحق يا بردة، عمك في التلفزيون. هو هيطلع لنا كل يوم؟ هو فاكر نفسه عمرو اديب؟ الله يسلمك. يا دكتور، يمكن سمعنا في الفترة اللي فاتت ان حضرتك مريض بأزمة صحية كبيرة جدا، فعايزين تطمن الجمهور على صحتك. هيطمنا على ايه يا اختي؟ ما هو قاعد قدامك زي القرد اهو. الناس اللي سألوا عليا وأقول لهم ان الحمد لله بقيت بخير، وده بفضل ربنا ودعاء الناس اللي بيحبوني. الناس اللي بيحبوك يا فاضل، ده انت امك اللي هي امك ما كانتش بتطيقك. طلبت مننا انك تظهر معانا في البرنامج، وده على عكس طبيعتك اللي متعودين عليها. يمكن دايما كنا بنكلم حضرتك عشان نستضيفك معانا، وكنا بنلاقي صعوبه شديده جدا ان حضرتك تظهر معانا او توافق ان انت تظهر معانا. وانا الحقيقه اللي طلبت اللقاء المره دي عشان احب ارد على كذا نقطه، لان في الفتره الاخيره كان في حمله منظمه وممنهجه كان هدفها انها تشوه صورتي قدام الراي العام. طبعا اكيد يا دكتور، حق رد مكفول لحضرتك ولاي حد من المشاهدين. اتفضل يا دكتور. يعني مثلا عندك هنا في البرنامج لما تقابلنا المره اللي فاتت، في واحده ست اتصلت وقالت ان انا ابقى اخو جوزها وان يعني انا سايبهم ومش سائل فيهم. ايوه ايوه صحيح يا دكتور، دي كانت تقريبا الحلقه اللي فاتت. فعلا أنا الحقيقة المرة دي جايب صور حصرية، يا ريت تعرضيها. يا ريت يا ريت فعلا المخرج يعرض لنا الصور اللي جايبها دكتور فاضل عشان يعلق عليها. دي يا ست الحارة اللي أنا نشأت فيها، وأنا فخور بده طبعا، ودول اللي حواليا دول زي ما أنت شايفاهم كده أهل حتتي، وأنا في آخر الزيارة قبل ما أطلع لبيت المرحوم أخويا، وولاده هم اللي أنقذوني من الموت زي ما أنتوا شايفين كده. شفتوا الراجل الناقص؟ يا أستاذة سلمى، لو في بيني وبينهم أي حاجة كانوا هيساعدوني. أستاذة سلمى، الإعلام ممكن ينقل صورة مغايرة تماما عن اللي بيحصل في الحقيقة. بهي الحكاية كده؟ يعني هو العمل اللي عمله عشان خاطر الفيلم الرخيص ده؟ مش قلتلكوا ناقص محدش صدقني؟ أنا مستغرب، هو في ناس كده؟ أقسم بالله صدقته، والله العظيم صدقته، وقلت الراجل ضميره نقح عليه وقرر يتوب ويكفر عن ذنوبه. ضميره؟ هي الأشكال اللي زي دي تعرف حاجة اسمها ضمير؟ ده انت يا ريتك سبته فرفر هنا لحد ما مات وغار في داهيه. مات ايه بقى يا حليمه؟ ما الحكايه باينه زي الشمس، كل اللي عمله ده كان تمثيليه. طبعا عارف الاعراض كويس، لان دكتور لا ممثلها صح، ولا اقتنعت واقنعت كل اللي حواليا، لعب عليا في كل حاجه، ولا زي اللعبه صدقته. فهمي يا فهمي، خش له يا ابني، خش له، ما تسيبوش كده. اخش اقول له ايه يا حليمه؟ ده كان حاطط كل امله على الزفت ده. قول له يا ابني كل حاجه في الدنيا دي اسمه ونصيب، ولو ربنا كاتب له انه يكمل كليته هيسخر له اللي يساعده. قول له يحط امله في ربنا وبس، بلا عمه بلا كلام فارغ. حاضر يا حليمه، حاضر. معلش بس يا بيه، سيبني دلوقتي لوحدي عشان مش طايق نفسي. انا مش فاهم انت زعلان ليه يا فهمي؟ هو انت لوحدك اللي صدقته؟ ما احنا كلنا صدقناه يا بيه. مش دي القضيه، اللي عمل عمك ده معناه ان الكليه خلاص بخ. اصبر شويه يا فهمي، جايز ربنا يحلها من عنده. بص يا بيه، انا رايي يعني بلاش نضيع وقت. يعني ايه بقى بلاش نضيع وقتي؟ ده انا مش فاهم. يعني انا على الاقل هتحرم سنه من دخول الامتحانات، فحضرتك تشوف لي اي شغلانه معاك او اجيب مصاريفي بدل ما اقعد على عليك. عالة، وانت فاكر ان انا يوم ما اتعصبت عليك اتعصبت عليك عشان المصاريف؟ يا بيه مش القصد، بس انت ذنبك ايه تتحمل كل ده؟ ده احنا بنقول يا رب السنه تعدي، وما خليهم لك اتنين يا اخي، ان شاء الله يبقوا عشرة. انت مالك انت، حد اشتكى لك؟ طب معلش عشان خاطري بس يا فاهم، اللي انت بتتكلم فيه ده سابق لاوانه، استنى لما نشوف قرار مجلس الكليه وبعد كده نفكر. يا رب. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي. فهمي موجود؟ فهمي ابني؟ يا حبيبتي موجود، اتفضلي تعالي. اهلا وسهلا. نقول له مين يا حبيبتي؟ انا امنيه يا طنط، زميلته في الكليه. هو انتي؟ وليك انتي كل حد هنا؟ منك لله يا بعيده، انت واهلك ضيعتوا مستقبل الواد. طنط انا ماليش دعوه. مالكيش دعوه ده ايه؟ وجايه دلوقتي عايزه منه ايه تاني؟ ابعدي عنه بقى وسيبيه في حاله، حرام عليكي يا شيخه. يا ماما بتزعلي ايه؟ تعالى شوف المحروسه اللي فضلت وراك لحد ما ضيعت لك مستقبلك. ملوش لازمه الكلام ده يا ماما، امنيه ملهاش دعوه. ملهاش؟ خلاص يبقى انا اللي ليا يا سريطة. اهدي شويه يا ماما، دي مهما كان في بيتنا. خير يا امنيه؟ انا بس كنت جايه ابلغك ان المجلس قرر يعفو عنك، ومن بكره تقدر ترجع الكليه تاني. ايه بجد؟ يا هراوية. شفت يا حبيبي؟ شفت؟ الف بركه، الحمد لله الحمد لله. مبروك يا
انا اول ما عرفت قلت لازم اجي ابلغك عشان تعوض المحاضرات اللي فاتتك. وانت عرفت منين؟ من بابا. وايه علاقه باباكي بالموضوع؟ لا ما هو رجع الكليه درس تاني، وهو اللي دفع عنك في المجلس وقال ان انت مالكش دعوه وان شادي هو اللي غلطان، وهددهم ان انت لو ما رجعتش الكليه تاني هيستقيل. معقوله الدكتور مراد عمل كل ده عشان خاطر فهمي؟ والله انا ياما قلت له بابا ما بيرضاش بالظلم، بس هو ما كانش بيصدقني. على العموم انا كنت جايه ابلغكم بس عن اذنكم. استني بس، انت رايحه فين؟ لازم امشي يا طنط. بقول لك ايه، انا عمري ما صالحت حد ابدا، ولا حتى ابو رضا الله يرحمه. بس انت بقى يا حبيبتي جايبه لنا خبر حلو. على فكره بقى يا ابنيه، اللي حصل ده حدث تاريخي لازم يتكتب في سجل العيلة عندنا. قول لها يا ريت. تعالي بقى يا حبيبتي لما ابوسي. يا حبيبتي بقول لك ايه، انت هتقعدي معانا النهارده نتغدى سوا. مش هينفع والله يا طنط، اتاخرت قوي مش قايله لهم حاجه في البيت. طب انا هسامحك المره دي، بس لازم تيجي فرح اخوكي رضا الخميس الجاي ان شاء الله. هحاول ان شاء الله. طب يا حبيبتي عن اذنكم. مع السلامه يا امنيه، نورتي. نورتي وشرفتي يا حبيبتي. انت يا واد هتقف متسمر كده، ما تجري وراها عشان توصل. يلا يلا. حاضر حاضر حاضر. يلا. يا لهوي يا رضا، الواد كان هيتكعبل. نورتينا والله. ميرسي. أمنية أنا آسف، أنا عارف إن أنا كنت غلس قوي، بس والله العظيم كان غصب عني. ولا يهمك، بس لو عايزني فعلا ما بقاش زعلانة، عايزاك تاكل الكتب اكل. الامتحانات خلاص على ابواب ومفيش وقت. تقلقيش عليا في الحكايه دي، انت عارفه انا كويس ان شاء الله خير. على العموم انا عامله لك كل المحاضرات، عايزاك بكره بس تيجي تصور. بس كده كتير والله، انا مش عارفه اقول لك ايه. ولا حاجه، باي. سلام. هي دي أمنية؟ آه. بسم الله ما شاء الله، زي القمر، ربنا يخليكم لبعض. اللي قولي صحيح، هي بتعمل شعرها فين؟ ليه عاطف خير؟ يعني في حاجة في شعرها كده مش عاجباني. الشغل ده بتاع سيد حنتيفة، أنا عارفه كويس، شكلها بتروح له. إحنا الكوافيرات اللي عارفين شغل بعض، يبقى خليها تعدي عليا عشان أصلح لها العك اللي عامله سيد ده. بالمرة بقى تجيب معاها زمايلها عشان تنفعنا. زمايلها مرة واحدة؟ حاضر هقول لها، وبالمره ممكن نيجي ناخد السكشن عندك في المحل. من عينيا. بس معلش يا عاطف، انا في سؤال مضايقني يعني. انت مين بيحلق لك؟ ها؟ ازيك يا بابي؟ في ايه يا امنيه؟ ما بترديش على التليفون ليه؟ قلقتيني عليكي. اصلي نسيته سايلنت من ساعه المحاضره. طب وتاخرت كده ليه؟ المحاضرات بتاعتك خلصت من بدري؟ اصلا انا رحت الفهمي. رحت الفهمي؟ رحت له فين؟ رحت له البيت. البيت؟ ازاي تعملي حاجه زي كده؟ كنت عايزه ابلغه قرار المجلس. طب ما تكلميه في التليفون. ما هو ما بيردش عليا بقاله فتره. تقومي تروحي له البيت. انت شايفه اللي انت عملتيه ده صح؟ يا بابي ما اعرفش بقى، انا كنت فرحانه وكنت عايزه ابقى اول واحده تبلغ. اسمعي يا امنيه، مش معنى ان انا وقفت جنب الولد ده في مجلس الكليه ان انا موافق على علاقتك بيه. انا عملت كده عشان ارضي ضميري انا. يا ريت تفهمي ده كويس. من فضلك انا ثقتي فيك يا عمياء، ما تخلينيش اغير الثقه دي فيك. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا حليمة. انت نازل بدري ليه؟ هروح المستشفى وارد في السريع. مستشفى ايه يا رضا، ده النهارده حنيتك. اعمل ايه بس يا حليمة، ما انا لسه ما خدتش الاجازة بتاعت الفرح. لو انت لسه ما كنتش قدمت على اجازة. بقالي اسبوع مش عارف اقابل المدير، عايزه يمدي لي الاجازة ومش عارف اقابله. طب استنى اما اقول. ايه؟ اسمع، بعد العذاب اللي شفته انت وصابرين، أجازة الجواز ما تقلش عن شهر عشان تنبسطوا. شهر إيه بس يا حليمة؟ أنا لو خدت أسبوع يبقى كويس قوي. إدعي لي أنت بس. حبيبي. ربنا يوفقك يا ابني.
ويتممها لك على خير قادر يا كريم. معقولة يا عاطف 50% خصم مرة واحدة؟ ده ايه الكرم ده كله عشان خاطر ابي رضا. الناس كلها عاوزة تساعده، حتى عم حسين بتاع الفراشة ما كانش عاوز ياخد فلوس. ربنا يكرمه يا رب، عمره ما كسف حد. يا رب يا رب يديك يا رضا انت وصابرين فيهم واحد. بقولك ايه يا عاطف، انا عايزة ابقى زي القمر النهاردة، عايزك تعمل لي الجنب ده ليس والجنب ده كيرلي، وبعدين القصة تعملها لي بالمكوى. حكما انا احب المكوى قوي. ماشي يا ستي، بس انا مش هعمل الكلام ده، انا هرفع لك شعرك شينيو عشان يبين جمال وشنا الرايق ده. جرايه يا عاطف في ايه؟ هتقعد اسبوع تشتغل ما تخلص. جرايه نسمه انا شغال اهو. الله هاي مبروك عليك الخير اللي جاي، ربنا يتمم بخير ويبارك لك يا دكتور رضا يا قادر يا كريم. حبيبي يا عم اسف، حلو قوي الدعوه دي، ادعي لنا بقى دعوه ثانيه عشان خاطر المحل. استاذ عاطف انا كان ليا طلب عندك. امر عم عسوي النهارده كل نفسه في اي حاجه انا اعملها له. انا عاوز اششور شعري. ايه؟ عايز تعمل شعرك سشوار؟ فيش حد يعمل شعره سشوار؟ انت كده بتقطع عيشك بايدك، لان محدش هيديك حسنه وانت عامل شعرك مسشور. يا استاذ عاطف النهارده فرح الدكتور رضا وانا لازم ابقى على سنجة 10. طيب عشان خاطر ابي رضا عد عليه بعد ما اخلص شغل وانا اعمل لك سشوار، بس ابقى اغسله بجاز الاول. مبروك يا عريس، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور، أشكرك. وهذا يا سيدي الموافقة على الأجازة بتاعتك زي ما أنت عايزها بالظبط. ربنا يخليك لينا يا دكتور، ما تحرمش. المهم تشد حيلك كده وترفع راسنا فوق. ما تقلقش يا دكتور، لأن ده بقى مطلب شعبي خلاص. أنا عاوزك كده تنبسط في أجازتك وترجع لنا فايق، عشان إحنا عايزينك في حاجات كتير قوي. حاجات زي إيه يا دكتور؟ لا مش دلوقتي، أصلي الموضوع كبير قوي.